عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، مرحبا حضرتك. الحمد لله بخير. كنت سمعت، أنا متابع حضرتك من علمية، فكنت عايز أعرف متى حضرتك بدأت طلب العلم الشرعي؟ ما في حد وحتى من أدنى من الساعات، في الكل يحفظ القرآن وقرأ كثيرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ ما فيش كثيرا في البخاري ومسلم مع القرآن الكريم أثناء الدراسة، حصل هذا يعني ازداد منه، وبعد كده إن شاء الله حاول تتخصص إدارة. يعني بعد الكلية نتفرغ، لكن الآن لا لا، ما كنتش تفرغ، الله يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأ ما تيسر منهم، وأقيموا الصلاة، حافظوا على الأساسيات، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، تصدق. يعني أنت مشغول في دنياك وعندك أولاد وتريد تجمع فلوس للزواج، حافظ على الأساسيات. هل الصلاة، حضرتك تفرغت ولا أنت ما شيء يخصني، الناس تختلف، ممكن يكون أبوك رجل ثري ينفق عليك وانت تطلب العلم، ممكن يكون ابوك محتاج والاسره محتاجه تشتغل، فاذا كنت موسرا الله يعينك على في احسن من العلم الشرعي، اذا كنت غير موسر اشتغل لكن حافظ على الصلاه والزكاه ومما يرزقك الله تصدق واستغفر الله للتقصير بس. طب لو رغبنا في زياره عم الشيخ، ها؟ لو رغبنا نزور حضرتك. تشرف. انت منين؟ أنا في الشرقية بس كليتي في المنصورة. انت من نبي كبير ولا من قرن صقر؟ لا، في البيت. يا مرحبا، تشرف. تمام، شكرا، شكرا. عفوا. السلام عليكم.